بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. متابعي وأوفياء قناة عالم الطيور، مرحبا بكم في فيديو جديد. أتمنى من المشاهدين الجدد الاشتراك في القناة ووضع علامة الإعجاب للفيديو لنستمر في نشر المزيد ويستفيد الجميع بإذن الله. موضوع حلقتنا اليوم ردا على سؤال أحد المتابعين يقول: اشتريت 4 إناث تبيض من السمان وذكر والآن لم يبيضن، ما المشكلة؟ مع العلم أني أقدم لهم العلف المخصص للتبييض والإضاءة 24 ساعة، ما السبب في ذلك؟ أخي العزيز، سبب انقطاع الطيور من وضع البيض هو تغيير مكانها، فالشخص الأول الذي كانت عنده كانت في استقرار ومأمن، اعتادت على المكان التي كانت فيه، أما الآن فيعتبر مكانها عندك حديث العهد، لذلك لا تخف من أي شيء، واصل على توفير العلف المخصص للبيض والإضاءة مدة 16 ساعة، فتغيير مكان الطيور يسبب انقطاع البيض، ولكن لا تدوم هذه الفترة طويلة، فعندما تشعر الطيور بالأمان تبدأ في وضع البيض من جديد، ومدة الانقطاع لا تتجاوز الأسبوع إن شاء الله. كذلك يجب على المربي توفير لها مكان بعيد عن الحيوانات المفترسة كالقطط والجردان، كذلك وضعها بعيدا عن الأطفال التي تسبب لها عدم الطمأنينة. وفي الأخير ادعمونا بعلامة إعجاب للفيديو لتشجيعنا في نشر المزيد، ولمن لديه سؤال أو اقتراح يتركه لنا في التعليقات للإجابة عنه والإفادة. أراكم في فيديوهات لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.